بين عليهم وصبح عليهم ومسي عليهم يا المخبري. مشكور مشكور باسمي وباسم الجمهور اللاند كلوزر بيكب مع الخنجر في هذا المحفل الجميل في هذا المحفل الرائع. الله 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 الله, الله. سلام الله على اهل الباطنة جمعة على هذا الموسم الجميل على هذا التحدي الرائع. اخر رموزي هذا الصباح مشكور 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 يا عبد الله يا ابن مصبح يا المخمري. وسلام للشواعي سلام على هذا الاداء الجميل والممتاز. المركز الثاني مناتا ايضا فيها ملول بدر بسعود بصغير الدرعي. المركز الثالث كان من نصيب الشهم ثويني بن حمدون او هناك علي بن سالم المغيري في هذا الانطلاق الجميل. الشهم ثويني بن حمدون بن حمد الجحافي من قدم الشهم في هذا الصباح الجميل على ثالث المراكز في هذا التحدي ايضا ممتاز. تهانينا والناموس على هذا الاداء والانطلاق ايضا الرائع. اذا متابعين الكرام